بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الإغلاق الكبير يتساءل الكثيرون عن حج 2020، كيف سيكون ومن سيسمح له بالحج وتحت أي ضوابط، وهل سيسمح لحجاج من خارج السعودية أم أن الحجاج سيكونون فقط من الداخل السعودي، وكم من المواطنين السعوديين سيشارك في هذا الحج وما هي صفتهم، وكذلك من سيشارك من غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية وكم سيكون عددهم بالتقريب. أمامنا هذا الخبر الذي يتحدث عن خبر مكذوب، يقول أو يتحدث هذا الخبر أن هناك 100,000 تأشيرة حج مجانية لهذا العام، وتحت هذا السؤال: هل منحت السعودية 100,000 تأشيرة حج مجانية لهذا العام؟ ردت السفارة السعودية في القاهرة على مزاعم نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن السلطات السعودية منحت تأشيرات حج مجانية لهذا العام، وأكدت السفارة السعودية في القاهرة في بيان لها عدم صحة الرسائل المنتشرة خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، مشيرة إلى أن هذه المواقع تستخدم منصات التواصل الاجتماعي واتساب، فيسبوك، تويتر وغيرها بهدف التحايل والنصب على المواطنين. وشددت السفارة على أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات ترد على هذه المواقع غير الآمنة أو عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها. وده بيان السفارة في القاهرة، يعني ده السفارة السعودية في القاهرة، وده جزء من هذا البيان. تؤكد عدم صحة الرسائل المنتشرة خلال المواقع الإلكترونية الوهمية والتي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية بهدف التحايل والنصب على المواطنين. وده البيان الصحفي. سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة تحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة. هذا البيان صادر يوم 19 الخميس 19 يناير 2020. ده البيان في حينه. كما قالت وكالة فرانس بريس أن هذا الخبر غير صحيح، والصورة المرفقة بالمنشور مركبة، والتي تظهر في المنشورات مجموعة تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية بغرض الحج مرفقة بعبارة حج مجاني، تؤكد أن هذه الصورة ظهرت في يناير. يعني الأكذوبة هذه أو الإشاعة دي ظهرت في يناير الماضي، وجاء في نص الرسالة المفبركة: بمناسبة فك الحظر في السعودية، وزارة الحج تهدي 100,000 رحلة حج مجانا مدفوعة التكاليف شاملة الإقامة لمدة 15 يوم زائد تذاكر الطيران، برجاء إرسال رسالة على الصفحة لحجز مكانك في الحج المجاني. وهنا بعد كده بدأ يجيب البروتوكولات الصحية للحج في زمن كورونا، وديت اللي هي الضوابط العامة اللي هي فرضتها المملكة العربية السعودية على الذين سيؤدون الحج هذا العام. لو حبينا نشوف يعني هذا الخبر: الحج 2020، السعودية تمنع لمس الكعبة والحجر الأسود للحد من تفشي فيروس كورونا. نشرت السعودية مجموعة من الضوابط الوقائية الخاصة بموسم الحج هذا العام بعد السماح لعدد محدود جدا للراغبين من شتى الجنسيات من الموجودين داخل المملكة فقط بأداء فريضة الحج في ظل تفشي فيروس كورونا. يبقى العدد هيكون كام؟ احنا عرفنا ان العدد من السعوديين الذين سيؤدون هذا الحج هذا العام سيكون عددهم تقريبا 1,000 شخص، والألف شخص دول هيكونوا من رجال الأمن ومن الطواقم الطبية.
وقالوا أن عددهم هيكون من نسبة الحجاج هذا العام حوالي 30%. يبقى إذا كنا بنتكلم عن 1000 وهم التلت تقريبا من رجال الأمن والصحة، يبقى 70% من غير السعوديين هيكونوا حوالي 2000 شخص تقريبا. يبقى العدد الإجمالي لحجاج هذا العام هيكونوا حوالي 3000 شخص، 1000 من رجال الأمن والصحة السعوديين، ولن يسمح لأي مواطن سعودي غير رجال الأمن أو الصحة اللي هم 1000 دول بأداء الحج هذا العام، وسيكون من غير السعوديين 2000 واحد من المقيمين من الجنسيات المختلفة. وعدد من تقدم للفرز الإلكتروني لتحديد هل سيسمح لي أو لا عددهم 160,000، هيختار منهم 2000 فقط. هنا مجموعة ضوابط الكمامات للجميع، وشددت الضوابط على حرص الجميع على ارتداء الكمامات في جميع الأوقات من القائمين على مسار الحج والحجاج وجميع العمال، والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص لذلك. وتقرر منع أي شخص يعني يظهر عليه أعراض الأنفلونزا من العمل حتى زوال الأعراض والحصول على قرار التعافي حسب تقرير الطبيب المعالج. ده فيما يتعلق برجال الأمن والصحة السعوديين. كما يسمح بصلاة الجماعة مع التشديد على ارتداء الكمامة القماشية خلال الصلاة وإبقاء المسافة التباعد بين المصلين والرجوع في ذلك للبروتوكولات الخاصة بالمساجد. وأشارت الضوابط إلى ضرورة الالتزام بتطهير الأسطح بشكل دوري مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس، خاصة مثل نقاط الاستقبال ومقاعد الجلوس وأماكن الانتظار. الجمرات معقمة، ده فيما يتعلق برمي الجمرات، يعني ان الحجاج لا يزيد عدد الخيام عن 10 في كل خيمة عن 10 حجاج لكل 50 متر مربع من مساحة الخيام، والحفاظ على مسافة متر ونص على الأقل. أما شعيرة رمي الجمرات فسوف يزود الحجاج بحصى جرى تعقيمها مسبقا. ممنوع لمس الكعبة اللي هي لمس الحجر الأسود أو لمس جدران الكعبة، يعني خشية من انتشار فيروس كورونا. وكذلك منع الحجاج من استخدام أدوات تخزين المياه والعلب المستخدمة لتخزين مياه زمزم. ده مجموعة ضوابط. التباعد داخل الحافلات، يعني الحافلة هتشيل نص الركاب بحيث ان يكون في كرسي فاضي او مقعد فارغ بجوار كل حاج، وديت يعني استكمالا لهذه الضوابط المفروضة في حج 2020. لو حبينا نشوف هذا برضو نستطلع هذا الخبر، اليوم اخر موعد للتسجيل في الحج لغير السعوديين، دي صحيفة عكاظ السعودية. يتوقف اليوم الجمعة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج 1441 من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، والذين يشكلون 70% من نسبة الحجاج هذا العام طبقا لنسبة لبيان وزارة الحج والعمرة. وكانت الوزارة كشفت يوم الاثنين الماضي عن بدء التسجيل إلكترونيا في المواقع في الموقع المخصص لاستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام وفقا لاشتراطات الصحة والصحية والتنظيمية مشيرة، في حين كشفت أن ظهور نتيجة مطابقة معايير الترشح للحج ستكون في 21 ذي القعدة. يعني في الآخر هيعلن يوم 21 ذي القعدة النتيجة النهائية المتعلقة بهذه الضوابط. احنا طبعا كده مفترض يكون اعلنت خلاص كده النتيجة، وهم حطوا يعني في الموقع يعني ازاي تقدر تدخل ببياناتك وتتأكد ان انت يعني قد شملك القرار ام لا. واعلنت الوزارة عن المعايير والمحددات الرئيسية لاختيار الحجاج،
وأن نسبة غير السعوديين ستكون 70% وتكون نسبة السعوديين 30%، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحددة الرئيسية لاختيار الحجاج، وستكون الأولوية فيما سيقتصر حج المواطنين السعوديين هذا الموسم الاستثنائي على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيختارون من قاعدة بيانات المتعافين بشرط أن تتوافر فيهم المعايير الصحية. بهذا السعوديين زي ما احنا ذكرنا هم من رجال الأمن والصحيين فقط، والأخبار كانت قالت أن عددهم 1000، فإذا كانوا هم تلت الحجاج يبقى 70% المتبقين حوالي 2000 حاج. يعني ده تقريبا آخر الأخبار عن الحج المحدود هذا العام، واللي احنا ذكرنا في أوقات سابقة عن أسباب ومبررات يعني تحديد وتخصيص هذا الحج والإغلاق الكامل الذي مورس في المملكة العربية السعودية. هل كانت هناك أسباب سياسية وراء زيادة الإجراءات أم أن هذه الإجراءات مقبولة؟ أنتظر تعليقات حضراتكم والمعلومات بهذا الشأن. أتمنى للمسلمين في عموم الأرض أن يعافيهم الله سبحانه وتعالى من فيروس كورونا ومن جور الحكام الظلمة، وأن ينعم علينا بالعدل والأمان والسلام، وأن يعجل للمسلمين المكروبين بالفرج. إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم أرجو أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.